في الأردن الحبيبة، بحيث شارك آلاف الأردنيين مساء يوم أمس ولهذا اليوم الثامن على التوالي بوقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب سفارة دولة الاحتلال، وذلك لليوم الثامن على التوالي. جرت الوقفة بمكانها اليومي أمام مسجد الكلوتي بمنطقة رابية بالعاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة الاحتلال لدى المملكة الأردنية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مباشرة يسعدني أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالسيد حمزة خضر، عضو حركة الأردن تقاطع بدي أس. أهلا ومرحبا بك معنا، يعطيك العافية. سيد حمزة، أهلا أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد مساك. الله يمسيك الخير. الله يسلمك. أهلا بك. يعني بداية نتحدث حول الشارع الأردني، هو من أكثر الشوارع التصاقا بالشارع الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية، وهو يعني الشيء ليس بالجديد. نتحدث حول المظاهرات التي يعني تخرج يوميا، وهي مظاهرات ألفية أيضا من المواطنين الأردنيين، ولهذا اليوم الثامن على التوالي. دعنا نتحدث حول المشهد، كيف بإمكانك أن تصوره لنا بداية؟ أول شيء يعني نترحم على شهدائنا في عموم فلسطين في قطاع غزة اللي سقطوا في هذا العدوان البربري والنازي على أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا، ويعني ندعو بالشفاء العاجل للجرحى، وندعو بالثبات للمرابطين أهلنا في غزة وحتى في عموم فلسطين، وما يتعرضوا اليوم لحملات إبادة يعني في كل الجغرافيا الفلسطينية. هذا واحد. اثنين، الحراك الأردني المناصر لفلسطين لم يتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة. من اليوم الأول، يعني من اليوم 17، كانت هناك وقفات عديدة في أكثر من منطقة في عمان وفي المحافظات، ومن ذلك الوقت إلى اليوم لم يتوقف الحراك يوما واحدا، يعني ما كانش في يوم واحد غاب عنه الأردني عن الشارع. هلا اللي حدث من 8 أيام وجاي إنه العنوان اختلف. هذا العنوان، أولا إحنا يعني يجب أن نركز على بعض المفاهيم حتى نفهم كيف هذا الحراك تكون وتراكم. أولا الأردنيين ما بيعتبروا حالهم متضامنين مع القضية الفلسطينية، أو أنهم جزء طرف آخر يتعامل مع القضية الفلسطينية من مبدأ تعاطفي ومبدأ ردة فعل، بينما إحنا كأردنيين بنعرف حالنا أننا جزء من هذه القضية. ما يحدث في فلسطين هو شأن أردني داخلي، يعني إحنا بالنسبة لنا أي مساس وضرر بحقوق الشعب الفلسطيني فهي ستؤثر سلبا وتؤثر بشكل كبير على مصالح الشعب الأردني. فمن هذا المنطلق إحنا نتحرك بدافع أولا نصرة لأهلنا في فلسطين، وهم أنسبائنا وأقاربنا وأهلنا وكل هذا الامتداد التاريخي المشترك، ولكن أيضا نتحرك بدافع مصلحتنا الوطنية، لأنه صار في وعي عام لدى عموم الأردنيين أن المشروع الصهيوني هو خطر حقيقي على الأردن، وأن اليوم لن إذا ترك الشعب الفلسطيني لوحده في هذه المواجهة، ولا سمح الله تمكن المشروع الصهيوني، لا سمح الله طبعا، سيكون الخطر حقيقي على الأردن وعلى مصالح أبناء وبناته. هذا من حيث المبدأ. اللي صار هلأ اللي خلى العالم كله ينتبه على الحراك الأردني مؤخرا من 8 أيام وجاي هو العنوان العريض التي اتفقت عليه الجماهير لهذا الحراك، وهو حصار السفارة. حصار السفارة ردا على حصار مستشفى الشفاء والجرائم في قطاع غزة وحصار المسجد الأقصى. لا يخفى على أحد طبعا أنه المسجد الأقصى في عنده حالة قدسية عالية جدا لدى الأردنيين والأردنيات. أي حراك له معنون بالمسجد الأقصى هتلاقي التفاتة ضخمة جدا والتفاف جماهيري ضخم جدا حواليه. الناس تبحث دائما عن فعل مؤثر وتحرك لديه فعالية عالية، لذلك عنوان حصار السفارة جذب الآلاف من الأردنيين لمدة 8 أيام متواصلة. طبعا كان في مد جزر، يعني كان في أيام وصلنا إلى محيط السفارة وفي أيام بقينا في عند المسجد الكالوتي، ولكن الهدف الرئيسي من هذا الحراك هو تثبيت عنوان حصار السفارة كرد على حصارهم لمستشفى الشفاء
والمسجد الأقصى وجرائمهم ضد أهلنا في قطاع غزة. سيد حمزة، يعني أردنا الحديث أيضا يعني منذ اليوم الأول لهذه المظاهرات أو لهذه الحرب أو لهذه التحركات في الشارع الأردني وحتى هذا اليوم، كيف يتطور الموقف على الأرض على الشارع في الأردن والتحركات الشعبية أيضا الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كيف تتطور يوما بعد الآخر؟ والله شوف، يعني من حيث المد الجماهيري فهي يعني تقدم وتراجع طبعا متأثرة بالأحداث في الدرجة الأولى، الأحداث اللي في غزة، فتعرف يعني دائما الناس معنوياتها تتأثر بالأحداث في الحرب، فما يحدث في غزة يؤثر على معنويات الناس والجمهور الأردني، لذلك ممكن تلاقي في فعاليات وتحركات يلتف حولها مئات الآلاف، وفي فعاليات يلتف حولها مئات الأشخاص، كل هذا يعود بمعنويات الناس إلى آخره، إيمانهم بفاعلية هذا الحراك. برجع أحكي لك، يعني اللي أثر واللي جعل هذا الحراك مختلف إنه إيمان الناس بهذا الفاعلية، لأنه عنوان حصار السفارة لفت كل انتباه كل العالم، الصحف الأمريكية والصحف الإسرائيلية والصحف الإقليمية والصحف العالمية كلها تحدثت عن الحراك الأردني اللي كان بعنوان حصار السفارة، فإيمان الناس بفاعلية هذا الحراك وتأثيره جعلهم مستمرين عليه وجعل النفس طويل. يعني أنت بتحكي عمالهم الناس بيطلعوا ثمان أيام متواصلة في رمضان في العشر الأواخر، في وقت اللي هو دائما بهذه الأيام من السنة دائما الناس تلتزم في المساجد وفي صلاة التراويح والآخره في المناسبات الاجتماعية، ولكن هذا كله التغى هذا السنة، والناس كلها وجهت أنظارها نحو حصار السفارة العدو كرد أردني حقيقي شعبي على حصارهم لمستشفى الشفاء وحصارهم للمسجد الأقصى. نعم. طبعا كانت الأخبار اللي تجينا وخلت الناس عندها دافع أعلى، أن مثلا صحف شو بتكتب قاعدة عن الحراك، كبرى الصحف الإسرائيلية والأمريكية كتبت طبعا تشيطن الحراك والآخرية، بس ولكن هذا الشيطن احنا نعرف ان هذا وسام شرف على صدر الأردنيين، لأنه إذا عدوك يراك بأنك يعني وبطلع بهاجمك فهو هذا من منطلق انه هو متأثر ويعني أصابه ضيق بسبب هذا الحراك. ثاني شغلة اللي لاحظناها انه هنالك عواصم عربية أصبحت تخرج وتهتف لهذا الحراك في مصر وفي المغرب وفي تونس، حتى في الضفة الغربية في رام الله أصبحت الناس الجماهير في الشوارع في هذه البلدان تهتف لحراك عمان، لأنه أشعل فتيل الحراك الجماهيري العربي من جديد بعد طبعا 6 أشهر من العدوان على غزة. من هون أيضا كمان يدفعني السؤال حول إلى أي مدى بإمكان هذا الحراك أن يشكل اليوم وسيلة ضغط على السلطات بشكل كامل وحتى على دولة الاحتلال، وكيف بإمكان اليوم الشارع الأردني يفعل هذه الوسيلة أو هذه الورقة الضغطة من أجل إنهاء ووقف العدوان على قطاع غزة؟ صحيح، هلا يعني يمكن تحليل، يعني يمكن الواحد يكون متفائل حبة زيادة ويكون يعني شايف الأمور بمنطلق رومانسي، بس يعني يمكن قراءة الخبر اللي هو منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى في الأيام المتبقية هو يمكن يكون له تأثير من الحراك المتصاعد اللي كان معنون بحصار المسجد الأقصى. طبعا لا يمكن الحديث أن هذا هو السبب الرئيسي، بس ولكن خوف العدو الصهيوني من رمضان تحديدا والعبث في المشاعر الدينية للناس واضح تاريخيا، ولذلك استخدام هذا العنوان تحديدا في الأردن والتفاف مئات الآلاف حوله في الشوارع هذا شكل عامل ضغط آخر أدى بهم، يعني هو واحد من يعني يمكن اعتباره واحد من العوامل اللي جعلت الحكومة تأخذ هذا القرار. أكيد. سيد حمزة، أيضا يعني اليوم الاستمرارية هي الأهم بكل هذه المظاهرات طبعاً التي طبعاً. تطلع يوميا، يعني كيف من الممكن العمل على هذه المظاهرات باستمراريتها بهذا الشكل وبهذا الحجم أيضا؟ شوفي، هو للأمانة هذه تقاس بأكثر من مؤشر. المؤشر الأول إن هذه الفعاليات هي مش فعاليات عبثية وعشوائية ويعني ليس لها شكل ومضامين سياسية، لذلك أي تحرك منظم لديه مضامين سياسية يمكن الارتكاز على استمراريته ويمكن يعني توقع استمراريته.
لأنه مش ردة فعل عفوية عبثية عشوائية ولا غيره، هو لا، هو فعل نضالي وتحرري بحد ذاته، ويسعى إلى مطالب سياسية واضحة. والشباب في الشارع، الشباب في الشوارع يوميا بثبتوا درجة عالية جدا من الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي بهدافهم، بانضباطهم، بحضارة ودرجة الحضارة في هذا الاحتجاج، وأيضا بأنه مطالبهم السياسية اليوم تسمع المطالب إما من خلال حديث الشباب مع بعض في الشارع، ومن خلال الكتاب، من خلال اليافطات. وبالتالي هذا الشكل المنظم والجميل والأمانة، هذا يعني الواحد بكبر القلب. صحيح. إن شباب بلده بهذا الدرجة من الوعي وهذا الدرجة من القدرة التنظيمية، هذا بيعطينا مؤشر أن هذا الحراك على الأقل أنه في فرصة للاستمرار والبناء عليه. الشغلة الثانية هو أنه زي ما حكيت لك، دائما حركة الجماهير تتأثر بالفعل الميداني أثناء الحرب. والعدو الصهيوني ما انت شايفه، يعني لا يخفي ولا يعني ما بيوفر وسيله للارهاب وتحقيق الاباده الجماعيه في حق اهلنا في فلسطين، وايضا لا يخفي ولا يوفر وسيله لاظهار مطامعه بالاردن واظهار عدائه للشعب الاردني ومصالحه. لذلك يعني نحن نعول حتى على درجه اجرام هذا المشروع وهذا العدو، في انه دائما هو بفعله دائما هو يشعل الجماهير رفضا له وعداء له ومواجهة له. أكيد سيد حمزة، يعني كمان خلينا نحكي شوي عن تعامل السلطات الأردنية مع هذه المظاهرات. يعني لا نخفي، رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدنا أيضا عشرات الاعتقالات في صفوف المواطنين، وأيضا يعني الاحتكاك الذي حدث ما بين السلطات الأردنية والمتجمهرين أو حتى يعني المواطنين الذين ظهروا في هذه المظاهرات. يعني السؤال هنا، كيف تعاملت هذه السلطات وماذا عن أعداد المعتقلين حتى اللحظة؟ يعني لا يخفى على أحد هنالك عدد من المعتقلين الكثيرة، وليس فقط في هذا الحراك، يعني كان في عدد من المعتقلين في طول فترة الحراك الأردني المناصر لأهلنا في قطاع غزة. ودائما يعني هنالك أيضا مد وجزر في هذه العلاقة. في أيام بتكون الأمور سهلة، في أيام بتصير أصعب وأصعب وأصعب، ولاحظناها مؤخرا كانت تم في الصعوبة في التعامل. طبعا كان في خشونة عالية في التعامل، كان في يعني اعتقالات وتعرض بالضرب والآخره، بس ولكن الجواب كان مبارح، وكان مبارح من أهم الأيام، لأنه كان هنالك رغبة حقيقية لدى الشباب والشابات السيدات الأردنيات اللي بنوجه لهم التحية كل يوم، لأنه هم للأمانة تاج الرأس في هذا الحراك. يعني النشميات الأردنيات اللي يعني كل يوم بثبتوا إنه هم يمكن من الأجدر على الإطلاق بالدفاع عن الأردن والدفاع عن فلسطين، بتحملهم وبنضالهن يعني كل اللي تحملوه الفترة الماضية. فكان الجواب من الشعب بالعدد اللي طلع امبارح، العدد اللي طلع كان ضخم لا يقل عن ما سبقه وما سبقه. وهذا جواب إنه لا يمكن التوقف من خلال الاعتقال ومن خلال الاحتكاك مع الشباب، بل يمكن ترجيح كفة التعقل وسماع لمطالب هؤلاء الشباب، هؤلاء زينة ونخبة شبابنا في الأردن من خريج أهم الكليات وأهم الجامعات، من خريجين وكلهم مما دفعوا وقتهم وجهدهم وعملهم فداء للأردن وفداء لفلسطين. هذول لازم نسمع لهم، مش نحتك معهم ولا 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 نتعامل معهم بخشونه. والجواب كان امبارح بالشارع باعداد ضخمه جدا. صحيح. من الاردنيات الاردنيه. لكن هل في يعني حصيله واضحه حتى اللحظه ام يصعب حتى احصائها؟ والله شوفي، للامانه يعني الجهات المعنيه من في نقابه المحامين ولجان الحريات تتابع الموضوع بكثب، يعني لا فيش حدا لم يتابع قضيته الى الان. يعني للامانه هذا كمان موقف مشاد للمحامين في الاردن، سواء كان في نقابه المحامين او في لجان الحريات التطوعيه، تتابع بشكل مكثف ومستدام قضايا المعتقلين على خلفيه
الحراك التضامني مع أهلنا في غزة. بحب كمان نسمع منك أخيرا رسالة اليوم لكل الشعوب، أولا للشارع الفلسطيني على وجه التحديد، ثم للشعوب العربية والإسلامية. كما يعني حكيت في بداية لقائك أنه هاي المظاهرات اللي صارت في الشارع الأردني هي كانت عبارة عن يعني نهضة في الشوارع الأخرى أيضا، خلينا نسمع رسالة صحيح. منك. يعني في البداية وعلى رأس يعني نحكي أولا أردنيا، يعني أتوجه دائما بالتحية والإجلال وتثمين جهود شبابنا الواعي والمثقف والملتزم في قضيته الأردنية وقضيته الفلسطينية، واللي يعني يوميا يدفع ثمن هذا الالتزام من وقته وجهده وماله ويعني راحة باله ومن يعني كل هذا الحكي. ونرفع القبعة ونقف احتراما لتضحيات نسائنا الأردنيات النشميات اللي هم يعني عن جد تاج الرأس كل مرة لازم نحكي هذا الحكي، لأنهم عن جد وجودهم في الشوارع هذه وقفة عز، وقفة كرامة يعني يرضاها الله ورسوله. يعني ثانياً نوجه رسالتنا للشعوب العربية أنه يجب على كل طبعاً أردني وعربي أن يعي أن هذه المعركة معركته الشخصية يعني. وكل ما يحدث في فلسطين هو شأن داخلي عربي ويمس بمصالح بنات وأبناء المنطقة العربية ككل. هذا المشروع الصهيوني بأدبياته وبمنهجه يرى أنه إما أن يهيمن على المنطقة كاملة وإما أن ينتهي. فباللحظة اللي إحنا نستطيع وقف هيمنته على المنطقة هي اللحظة التي سيتحلل ويتفكك فيها هذا المشروع واللي هو شكله المادي المستعمر المسمى إسرائيل. رسالتنا الثالثة لأهلنا في فلسطين، أولا يعني قلوبنا معكم بالصمود يعني وبالحركة الثورية والتحررية اللي أنتم اليوم بتشكلوا رأس حربة. شعبنا الفلسطيني المقاوم والمناضل والمرابط في أرضه هو رأس حربة كل الشعوب العالم التي تعرض للقهر وتعرضت للاستعمار في حياتها. اليوم كل شعوب العالم الحرة سواء عربية وغير عربية ترى أن الشعب الفلسطيني رأس حربة المعسكر الاستعمار الامبريالي العالمي. لذلك كلنا خلف هذا كلنا خلف هذا الشعب وكلنا خلف هذا الحق وكلنا خلف هذه القضيه العادله. رسالتنا لاهلنا في غزه تحديدا، انتم تاج الراس، انتم من يدافعون عنا، انتم خط الدفاع الاول عن الامه، انتم باذن الله تعالى نصركم سينصر الامه كامله إن شاء الله. يعني كمان إحنا كلنا فخر وأمل بالشارع الأردني بما يقدمه أيضا من أجل القضية الفلسطينية من أجل أهلنا في قطاع غزة. شكرا لكم وشكرا لأصواتكم اللي دائما يعني بتكون بتصلح في كل العالم من أجل قطاع غزة ومن أجل فلسطين بشكل كامل. يعطيكم ألف عافية وبركة جهودكم، أمنياتنا دوما لكم بتمام الصحة والعافية وأيضا والسلامة. أشكرك على هذه الفائدة وهذه المشاركة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي السيد حمزة خضر عضو حركة الأردن تقاطع BDS، شكرا لك.